قاعدين انا وشريف عندي. احمد الو، انت ما بتردش ليه؟ انا وشريف قاعدين، لو عايز تعدي تعالى. سلام. قفشه طبعا. طب عايزاني امشي؟ لا طبعا، ايه الهبل ده؟ اصل بصراحه يعني ما بحبش ادخل معاه في خناقاته البلدي دي. وبعدين مش فاهمه مي، هو انتوا مش ناويين تتكلموا بجد ولا ايه؟ هو بصراحة بقى مش عارفة، كل ما بنوي بيحصل حاجة. ايوه، ما في الاخر انتوا كده كده لازم تتكلموا يعني. بصراحة أنا قلقانة من موضوع الكلام الجد ده. قفشة زي دي هتعدي عادي، أنا بفوت له وهو بيفوت لي، عشان عارفين إن الكلام الجد ملوش أي لازمة، وكده كده العلاقة دي رايحة في داهية. طب ما يمكن تكونوا كبرتوا بقى واتغيرتوا والخلافات اللي بينكوا دي بقت ولا حاجة يعني؟ تفتكر يا شريف؟ هو مش عارف يا مي، ما انتوا بصراحة يعني بقالك سنين بتحبي وهو كمان بقاله سنين بيحبك، معقول يعني مفيش حاجة اتغيرت؟ لا، نفس نوع المشاكل بالظبط. بقول لك ايه، ده شكله هو، ما تمشيش مهما حصل. انت يعني ده مي؟ معلش اسمع الكلام. حاضر يا ستي. ازيك؟ ازيك؟ تعال. ازيك يا احمد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شفت الشيف بقى بينزل الصبح ازاي؟ لا بس توبة، مش هعملها تاني، الدنيا بقت زحمة جدا. أكيد أنت حاسس بالفرق من ساعة ما سافرت. لا خالص عادي. أوكي. بس أنا يعني تخيل الخليج فاضي جدا، مفهوش ناس. مش عارف، مش هنعرف نعيش بره مصر أصلا. مع انه ما بينزلش من بيتهم اساسا. ايوه بس يعني فكره انه انت مش هتشوف اصحابك، عايشه بره مصر، مش هتعرفي تمشي في مصر الجديده بالليل، مش هتعرفي تشرب بيره، فاهم؟ فاهم. بس انا ما بشربش بيره. طب يا جماعه انا هعمل لكم شاي بقى واجيب كيك وكده. ما انا مش عايز شاي، اعمل لي اي حاجه. حاضر. انا باذنك. اتفضل. عيل غتت وحشتيني. انت بتقفل الباب والشيف بره؟ يعني ايه بقفل؟ بقفل الباب والشيف بره. وكمان يعني هو ده بيحس؟ ده جردل تناحه. ما مشيش ليه يوم انا جيت؟ وطي صوتك يا احمد. انا صوتي واطي، انا صوتي واطي يا مي. ما مشيش ليه يوم انا جيت؟ عادي، عشان هو مش بيعمل حاجه غلط قاعد معايا. مش بيعمل حاجه غلط قاعد معاكي؟ عادي عادي. طب مش بقى بيه؟ ايه؟ قفش طبعا. ما انا قلت لك ده مش هيقتنع ابدا باللي احنا بنعمله. ما تحاوليش.